السلام عليكم حبيبتي احبائي، نتمنى كامل تكونوا بخير. عدنا مره اخرى مع كوزين ام سجود باش نوجدوا ليلات ليزاموند، هذه حلوه الجافه اللذيذه. سالي تو الموند، اون سو روتروف اجوردي افيك كوزين ام سجود بور بريباري دي بتي كاتو سيك لي كرواسون او زاموند. باش نوجدوا هذا الكيفيه، المقادير بسيطه متوفرة في جميع البيوت. نحتاج إلى 200 غرام مارغرين ذايبة، 70 غرام سكر كريستاليزي، 100 غرام لوز ملحي ومحمص وملحي خشن أو كاوكاو، لمكان إذا ما عندكش اللوز تقدري تعوضيه بالكاوكاو، 250 غرام فارينة، 2 صفار بيض ومغرف كبيرة تاع لافاني. أنا استعملت تاع الميزان. Pour réaliser ces petits gâteaux, il faudra 200 g de margarine fondue, 70 g de sucre cristallisé, 100 g des amandes grillées concassées ou des cacahuètes, 2 jaunes d'œufs, 250 g de farine et une bonne cuillère de vanille ou 2 paquets de vanille. كما راكم تلاحظوا انه هنايا في هذا الحلوى ما نستعملش الخميره، نحطوا الفارينة مع اللوز أو الكاوكاو والسكر جو ميلونج لا فارين افيك لي زاموند اي لو سوكر كريستاليزي اي جو راجوت لي جون دوف اي لا فاني ونضيف الصفار مع لا فاني هنايا. يعني كيما راكم تشوفوا نخدم بالطريقه معاكسه، يعني لابيتود نحطو نذوبو الزبده مع السكر والبيض ومن بعد نحطو المقادير اللي هادي كيفيه يعني نخدم فيها اون اونفير. حطيت الفرينه هي الاولى، زدت اللوز، زدت السكر والصفار ولافاني ونخلطها ومن بعد نجمعها بالزبده. طريقه جد بسيطه كيما راكم تشوفوا، خلطوا مليح المواد الناشفه مع الصفار تاعي ولافاني ونجمعها بالزبده دايبه. Je mélange toutes les ingrédients ensemble. Après, je rassemble mon mélange avec du beurre fondu. هاد الكاطو يجيو خفاف وبنان وملاح للقهوة تاع العصر. بغيت نشاركهم معاكم، انا معتادة نديرهم، عجبوني وبغيت نشارككم هاد الطريقة. حاجة خفيفة لضيف الغفلة تاني، حتى ولو ما عندكش الفرينة بزاف كيما راكم تشوفوا، غير 250 تقدروا تخدموها وتقدموها. يعني ديما احنا كي يجي ضيف على غفله نروحو مباشره للمسكوتشي وحاجه خفيفه يدو وما تطلبش مقادير بزاف. هذا ثاني لي بتي كاطو، هذا ما يطلبش مقادير بزاف كيما راكم تشوفوا، في نفس الوقت حيكون بريزونطابل وتقدمو لضيفك عادي. نتمنى برك يا ربي تعجبكم المحتوى تاع لا فيديو، تعجبكم طريقه التحضير تاعها. ما تنساوش تدعموا لي لا فيديو بلي لايك لي كومونتير كالعادة. نشكر كل واحد دخل قناتي قاعد يدعم فيا، نقول بارك الله فيكم على تشجيعاتكم ليا. واللي دخل اول مره يشوف القناه ديالي ما ينساش انه يشارك معايا فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. كما راكم تلاحظوا انا حطيت الزبده دايبه شويه بشويه وبديت نجمع، لو كان حنستعمل يدي باش نجمعها مليح وتحصل على عجينه مسا. اي جو راجوت لو بير بتيت ا بتيت اي جو راماس لا جوسكا اوبتونير اون بات ليس. راح ندخلو مانيش قاعده نعجن، راني غير ندخل بصباعي يعني نحاول نجمع هذيك المقادير مع بعضها حتى تولي لي عجينه طريه. نقدر طبعا نشكلها فقط بالاصابع، تلمو حتى تلم الكميه كامل تاع الفرينه وما تزيدوا لها والو، راح تلم غير ما تقلقوش، وراح تجي طريه وتجي سهله باش نخدموها.
هاي لكم لجينة عباد ما جمعتها، شوفوا كيفاش تجي طرية ما شاء الله. راح نشكلها كريات صغيرة طبعا، وبعد نديروها على شكل هليلات. Et voilà ma pâte. Après le mélange, il était lisse. Eh bien, on va réaliser des petits croissants. Ici, j'ai fait des boules environ 40 grammes parce que je veux faire la forme gros. Si vous voulez la forme moyenne ou petite, vous pouvez faire une petite boule. J'ai fait des petits bâtons. Après, je le donne la forme de croissant. انا هنايا راني درت الحبات تاعي كبار، الكره حوالي فيها 40 غرام، وشكلت حربوش وعطيتها شكل هليلات. ونروح نطيبها في الفرن 180 درجه، يجي انفوري 180 دوغري. كيما راكم تشوفوا هنايا، طيب بعد ما طابلي الكاتو تاعي شوفوا كيفاش جا. طبعا تخليوه يبرد باش تقدروا تنحيوه او ترفدوه. Et voilà, après la cuisson, comme vous voyez, comment il est doré et joli. J'ai pris des petits gâteaux secs, j'ai moulé et la confiture à l'abricot pour faire la garniture. Bismillah, un égypte gâteau bimo rhito. وطبعا المعجون المشمش. التزيين طبعا مش كاين عندكم في الدار، واش تحبوا نتوما يكون الكاتو تاعكم، سواء شوكولا مع كاوكاو او مع كوكو او لوز. كي بما انه انا في نسو اللوز، بغيت نبدل له، حطيت له من فوق الكاتو. تاني تقدروا تحطوا له الكفرات نتوما واش بغيتوا. بوغ لا غارنيتور افو شوا، سي فو فولي لو شوكولا افيك لي كاكاوات لي زاموند نوا دو كوكو، ou vous faites le confiture avec les gaufrettes ou le petit beurre comme ou des gâteaux secs comme je fais moi. Je moulis mes gâteaux secs très fins et je vais mes gâteaux dans la confiture après dans le gâteau. راح نحط الحبة تاع الكاطو تاعي في المربى ومن بعد نمرخها في الكاطو. انا في الاول حطيت الحبة كاملة كيما راكم تشوفوا، وعاودت حطيتها في الكاطو، لكن بدلت رايي، قلت نحط غير وجهها، غير الوجه الفوقاني، ونحط له عفوا الكاطو. وكملت بهذه الطريقة. ان شاء الله يا ربي برك تعجبكم طريقه التحضير تاعها، هي سهله. عندي ملاحظه، هذا الكاطو ما يجيش طري، راح يجي شويه فيه قرمشه بما انه اللوز راح يقرمش، ويجي تاني معلق، يجي شويه معلق ويجي مقرمش، ما يجيش طري كيما الصاب. لا، الذوق تاعو راح يجي فيه كروستيون اي معلق ومنطق، لكن في نفس الوقت راح يكون بنين. ما تعرفوا الكاوكاو واللوز يعطي بنه خاصه للكاطو. مع الدوق تاع البيمو كونفيتير طبعا زادتها البنه. كيما راكم تشوفوا هنايا، انا درتها حبه كامله، جاتني خشينه بزاف، فبدلت درت غير وجهها من الفوق ودرت لها لا كونفيتير. Au début, j'ai mis toute la pièce de gâteau dans le confiture, après dans le gâteau. Et j'ai vu que la pièce elle est trop grosse, donc j'ai fait que la surface et j'ai mis des gâteaux. هاوليكم الحلوة تاعي بعد ما زينتها وخديتها شاحت شوية، وحطيتها في أوراق أكياس ورقية عفوا، وقدمتها طبعا مع قهوة أو حليب. Et voilà le résultat. Après, j'ai laissé les gâteaux sécher un petit peu, j'ai mis dans une petite caissette. Et comme vous voyez, j'ai présenté avec le café. Je vais vous montrer comment je fais de l'intérieur. Masha'Allah, je vais vous montrer comment je fais de l'intérieur. C'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est une chose très fine et très fine. Et vous avez des choses qui sont très fines. Même si vous n'avez pas de l'intérieur. ديري هذه الكيفيه وراح يحمر لك وجهك ان شاء الله. نتمنى انه يعجبكم محتوى الفيديو، ما تنسوش تدعموني الفيديو بلايك، ونقولكم الى اللقاء في فيديو اخر وكيفيه اخرى ان شاء الله.